وكما أشرنا إلى ذلك في التصريح الماضي، فبلادنا دخلت مرحلة الانتشار المجتمعاتي منذ أزيد من 5 أسابيع، ونحن الآن في النصف التصاعدي للمنحى الوبائي، وهذا ما يفسر استمرار الارتفاع المقلق في عدد الحالات الإيجابية المسجلة في بلادنا خلال الأسبوعين الماضيين. فمقارنة بين الأسبوع الماضي والأسبوع ما قبل الماضي، نسجل وللأسف ارتفاعا مضطردا في عدد الحالات الإيجابية، زاد عن 133%. هذا الارتفاع جسد خلال هذا الأسبوع، خلال الأسبوع المنصرم، بتسجيل أرقام قياسية متتالية نحن في غنى عنها، حيث قارب العداد اليومي 10,000 حالة في مناسبتين خلال الأسبوع الماضي. ويشمل هذا الارتفاع كل الجهات والأقاليم وبدون استثناء، حيث أننا بدأنا نسجل مستويات تفيد وبكل تأكيد دخول بلادنا في مرحلة متقدمة من الانتشار الجماعاتي الواسع.